بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هذه الرواية الشريفة يسأل أحدهم الإمام العسكري سلام الله عليه: لما القبلة تغيرت من المسجد المقدس إلى الكعبة؟ فالإمام يبين حكمة التغيير، أو يبين حكمة الوضع الأول ثم الوضع الثاني. يقول بأن المشركين كان اهتمامهم بالكعبة ولم يهتموا بالمسجد المقدس، فلذلك كان قبلة الرسول صلى الله عليه وآله المسجد المقدس، البيت المقدس قبلته ذاك، حتى يظهر من يتبع الرسول صلى الله عليه وآله. وفي المدينة اليهود و قبائل مدينة المتأثرين باليهود كانوا يجلون البيت المقدس، فلذلك هناك بعد أشهر من انتقال الرسول وهجرته إلى المدينة المنورة، الله عز وجل أمر بأن يحول الجهة إلى الكعبة. وفي الروايات الواردة في البرهان وغيرها أنه جبرائيل أخذ بعضدي الرسول وهو في وسط الصلاة، صلى ركعتين، أخذ بعضده وحوله إلى الكعبة، والمسلمون خلف رسول الله الرجال والنساء في وسط الصلاة تحولوا مع رسول الله، فأصبح الرجال في موضع النساء والنساء في موضع الرجال 180 درجة. يعني هذا التحول كان. وهنا بما أن اليهود ومن تأثر باليهود من أهل المدينة ومن قبائل المدينة، هؤلاء كانوا يجلون البيت المقدس دون الكعبة، فهذا التحول ليظهر من يتبع الرسول صلى الله عليه وآله. هنا نقطتان: النقطة الأولى أنه ذكرنا في الرواية أن أكثر الأوقات الرسول صلى الله عليه وآله وهو في مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين البيت المقدس، يعني يصلي باتجاه بيت المقدس ولكن الكعبة أمامه، هكذا. في بعض الأحيان كان يتجه إلى البيت المقدس مو الكعبة أمامه، على يمينه على شماله أو خلفه. فإذا هذه العلة أن الرسول ما دام المشركون في مكة كانوا يهتمون بالكعبة دون البيت المقدس، فلما الرسول صلى الله عليه وآله في أكثر الأحيان كان يجعل الكعبة قبلة، طبعا يتجه إلى البيت المقدس ولكن الكعبة أيضا أمامه، هذا مو خلاف العلة ليتبين من يتبع الرسول؟ هذه العلة، أنه من يؤمن برسول الله أو من يأتي إلى رسول الله ويصلي خلف رسول الله في مكة لا يلتفت إلى الكعبة، يلتفت إلى المسجد، إلى البيت المقدس. هنا صحيح الإمام العسكري سلام الله عليه يبين هذا، ولكن في أكثر الحالات لنا علة الجعل، وعلة الجعل غير علة المجعول. علة الجعل لا يدور المجعول مدار العلة، ولكن علة المجعول هو في الواقع موضوع. بعبارة أخرى، علة الجعل هي الحكمة، هي غالبية، هي في مرتبة الثبوت، يعني المشرع يرى مصلحة عامة، وهذه المصلحة قد تكون غالبية، ولتلك المصلحة العامة الغالبية يسن قانونا. هذه المصلحة في مرتبة الثبوت فقط، يمكن في الخارج هذه المصلحة لا توجد في مورد أو موردين، مع ذلك القانون يأخذ مداه، وواحد ما لازم يتخلف عن القانون، لأن الحكمة أو العلة كانت علة لجعل الجاعل،
يعني حكمة. مثلا بالنسبة إلى العدة في النساء، شنو العلة؟ لأن لا يختلط المياه. هل هذا علة الجعل أو علة المجعول؟ قالوا بأن هذا علة الجعل مو علة المجعول. يمكن امرأة قطعا مو حاملة، أصلا ما عندها رحم، فما يختلط المياه. فإن لم يختلط المياه، ولكن هنا الحكمة أن المياه لا تختلط، فهذا القانون صار عام لمصلحة. فإن كانت المرأة لا ترى مثلا، لا يمكن مثلا، هي عقيمة مسلمة طبية لا تنجب، مع ذلك يجب عليها أن تعتد، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله غسلوه عندما سألوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن علة غسل الرسول، قال لجريان السنة. الرسول فطاهر، وغسل الميت لتطهير الميت، لأن الإنسان بعد برده، الميت بعد برده ينجس، فحتى اللي يمس الميت لازم يغتسل. هسه نجاسة خبثية أو حدثية، هذا بحث في موضعه. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله لا تصيبه النجاسة لا الحدثية ولا الخبثية، مع ذلك غسله الإمام أمير المؤمنين لجريان السنة. الحكم هي لا تدور مدار الموضوع كثير من الأحيان، إلا أن العلة، علة المجعول أو العلة في لساننا، يمكن أن نأخذ الموضوع ونجعل العلة مكان الموضوع. كيف؟ يعني لا تشرب الخمر لأنه مسكر، موضوعنا الخمر أجل الله السلام، فيمكن أن نأخذ الموضوع ونجعل العلة مكان الموضوع، نقول لا تشرب المسكر، والعلة تعمم وتخصص. إذا شيء مسكر غير الخمر أيضا يحرم شربه، فهنا العلة عممت. لا تأكل الرمان لأنه حامض، إذا رمان مو حامض حلو، العلة تخصص، المدار العلة، هذا في علة المجعول مو في علة الجعل اللي هو الحكمة. هنا نأتي إلى الرواية، الإمام العسكري سلام الله عليه يبين علة الجعل، أن الناس يتبعون الرسول صلى الله عليه وآله، ويظهر من يتبع الرسول، لأنه عندما يأتي مع رسول الله ويصلي إلى البيت المقدس لا إلى الكعبة، إذن هذا سلم لرسول الله وترك ما كان عليه وما اعتاد عليه من استقبال الكعبة مثلا في مكة. هذا حكمة، لأن كثير من الأحيان استقبال البيت المقدس كان مع استقبال الكعبة المشرفة، ولكن في المدينة يعني بعد أشهر، يمكن 14 شهرا الرسول صلى على البيت المقدس، بعدين تحول إلى الكعبة. هناك لا، بعد الكعبة قبلته والبيت المقدس خلفه، انتهى بعد هنا، ليتبين من يتبع الرسول. فبيان الإمام العسكري سلام الله عليه لحكمة أو لعلة الجعل. النقطة الثانية، أنه كثير من الأحيان الأمور السابقة الراسخة في ذهن الإنسان تؤثر في مجرى حياته وفي المنحدرات الخطرة توجب هوية الإنسان. كثير من الناس الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله لماذا ارتدوا في السقيفة؟ ليش؟ علة الارتداد، اللي ارتد الناس إلا 3 إلا 4 إلا 7، ليش ارتدوا؟ هؤلاء أسلموا حقيقة، كثير منهم في الحروب أصيبوا، قتل إخوانهم أقربائهم أبنائهم في الحروب للدفاع عن حياض الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما ارتدوا؟ ليش؟ لأن الأفكار الجاهلية قبل إسلامهم كانت مترسخة في أذهانهم، تلك الأفكار أظهرت نفسها. آمن برسول الله ولكن في منزلق خطير، في منحدر، هنا تشوف تلك الأفكار المبيتة في أذهانهم أظهرت وأمسكت سكان أمورهم. أحد الإخوة من الفضلاء من العلماء، الآن هو أستاذ في جامعات طهران، وهو خريج الجامعة والحوزة، وإلى مكانة مرموقة جدا في الحوزة، ومؤثر على طيف كبير من الشباب،
هذا الآن يدرس نهج البلاغة، يقول: حقيقة أنا متأسف على عمري الذي قضيته في الفلسفة. هو خبير جدا، وأنا أيضا درست عنه جزء من منظومة السبزواري قبل أكثر من 22-23 سنة. فكان يقول: أنا متأسف على عمري اللي فوتته في الفلسفة. ليش؟ لأنه الآن لما أجي إلى روايات أهل البيت أريد أطالع روايات أهل البيت، الخلفية الفلسفية هي التي تؤثر، ما تخلي أنا أشوف الرواية بما هي هي، وإنما الرواية من منظار فلسفي، من هذا المنظار أنا أشوفها. فكل ما أحاول أن أخلي ذهني من تلك الأفكار حتى أشوف الإمام هو في نفسه شنو دا يقول، صعب، أعاني، يمكن بعض الأحيان ساعات أفكر على رواية تفكير اللي أشوف الإمام كيف بيّن، مو أنه تلك القضايا التي سمعتها من الفلاسفة كيف تحول وجهة هذه الرواية إلى ما تريد، مو أنه كفلسفة علم مكروه أو مطرود، الفلسفة علم من العلوم، ولكن أن يعرف الإنسان الله عز وجل عن طريق اليونان، فهذا أمر لم يذكروه الأئمة في رواياتهم، وإنما يجب في هذه الأمور العقدية أن نأخذ من معينهم الصافي. زين، فهذا كان يقول: تلك الأفكار تجذرت في، فأنا أعاني من مشكلة وهي فهم الرواية بما هي هي، بما صدرت عن الإمام سلام الله عليه. هذه قضايا تؤثر في الإنسان، الخلفيات، وتظهر نفسها في المواقف الصعبة. يجب على الإنسان أن يمسح تلك الخلفيات الفاسدة. شلون يمسح؟ وما تمسح بالتسليم المطلق المطلق تجاه أهل البيت سلام الله عليهم، بالتوكل المطلق المطلق على الله عز وجل. ولا الخلفيات موجودة مرسومة في ذهن الإنسان، وقد تأخذ الإنسان إلى تشرقه وتغرب به. واحد لازم يمسح تلك الخلفيات الموجودة. يأتي ويقول: هو مسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم وسلم أمره إلى رسول الله وتشهد بالشهادتين. يقول: إن كان هذا من عند الله أنا ما أقبله، ولاية أمير المؤمنين ما أقبله، خلي حجارة تنزل من السماء، ما يقدر. ليش؟ لأنه مو مسلم حقيقة. ويسلم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلم تسليما، حالة التسليم ما عنده. إذا حقيقة الإنسان تكون عنده حالة التسليم، أولا يرتاح، وأي مشكلة تنزل إليه هو مسلم أمر لله عز وجل، مصيبة نازلة تنزل به خلاص يتحمل، يرضى بما رضي الله، يصبر على المأساة لأنه مسلم أمره لله. هذه حالة التسليم جدا صعبة. إذا واحد سعى أن يوجد في نفسه هذه الحالة في المنزلقات يستقر ولا ينحرف، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة في المنزلقات الخطيرة، هناك تبين الإنسان. وإلا إذا الوضع جيد قل كل مع رسول الله صلى الله عليه وآله. المهم لمن تختلف الأمور، هل يقف على مبادئه أم يغير؟ هذه هي النقطة الثانية بالنسبة إلى هذه الرواية. بعد ذلك ننتقل إلى احتجاج رسول الله صلى الله عليه وآله مع أحد اليهود من عبيد اليهود. سنقرأ نكمل هذه الرواية. فقيل، سأل أحدهم الإمام العسكري سلام الله عليه، بعد أن بين الإمام ما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وآله واليهود في الاحتجاج السابق، فقيل: يا ابن رسول الله، فلما أمر بالقبلة الأولى؟ شنو الوجه في هذه القبلة إلى البيت المقدس؟ فقال: لما قال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي بيت المقدس، إلا لنعلم. لماذا أمرناك باتجاه للبيت المقدس؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ينقلب على عقبيه يعني يروح خلفه، يمشي في العكس، في الاتجاه المعاكس، العقب العظمة في خلف الرجل القدم. إلا لنعلم ذلك
منه وجودا بعد أن علمناه سيوجد. يقول إحنا الله عز وجل يقول في مرحلة الثبوت نعلم من المتمسك بطريقة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن المتخلف عن طريقة رسول الله، من يؤمن ومن ينكر في مرحلة الثبوت في اللوح المحفوظ، هذه أمور بينة. ولكن في مرحلة الإثبات والخارج أيضا، يعني لو كان الله عز وجل من عالم الذر يأخذ المؤمن إلى الجنة والكافر إلى النار، هذا بعد ما كان امتحان، هو يمكن ما مصدق، يقول ليش أنا ما امتحن، لم تمتحني يا رب العالمين، لما جعلتني في النار؟ الله يقول لأنك كنت تذنب مثلا في الدنيا، تعصي، تقتل، تظلم. لا، الله يعطي الفرصة ويعطي الاختيار، فبسوء اختياري يختار الشر والمعاصي، بعدين يذهب إلى النار. هنا يقول الإمام فأراد الله أن يبين، نعم، إلا لنعلم في تفسير الآية ذلك منه وجودا، يعني في مرحلة الإثبات والخارج نعرف ذلك، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، بعد أن علمناه سيوجد، يعني بعد أن كان في علمنا وفي اللوح المحفوظ أنه سيوجد هكذا متبعا أو متخلفا ومنقلبا على عقبه، علمناه، ولكن أيضا في الخارج نريد نشوف هل هو بالفعل متبع أم لا. وذلك أن هوى أهل مكة، هكذا هواهم كان في الكعبة، الكعبة كان مكان مقدس لهم، أصنامهم في الكعبة، يطوفون حول الكعبة بكاء وتصلية، فأراد الله أن يبين متبعي محمد ممن خالفه باتباع القبلة التي كرهها، ومحمد يأمر بها، حتى يشوف أنت لا تحبذ البيت المقدس، فما دام الآن أنت متبع لرسول الله بين اتباعك وبين تسليمك، مو أنه تجد خالفة مثل ما ذاك الثاني قال، يعني هو إحنا ونحن في الإحرام وكذا يقطر كذا في عمرة التمتع وحج التمتع، قال كيف؟ أو هناك عندما أراد الرسول صلى الله عليه وآله أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم، بعض صعب عليهم حلق الرأس، فكثير من الأصحاب لم يستجيبوا لرسول الله، أتى رسول الله إلى الخيمة كأنما أم سلمة كانت، فقالت يا رسول الله ابدأ بنفسك، روح بين قومك هناك في منى وهناك أحلق رأسك، بعدين الأصحاب يتبعوك، أما بالصرف أمرك ما يتبعوك. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله باقتراحها وبدأ بنفسه، اللي كان متخلف بعد ذلك حلق، ما يستمع، عنده رأي، أنا رأيي، ليش أستمع إلى رأي الإمام؟ هذا المشكلة، أن يجتهد في مقابل النص. ولما كان هوى أهل المدينة في بيت المقدس، ليش هواهم؟ لأنه كثير من اليهود كانوا في المدينة، وقباء المدينة أوس خزرج كانوا متأثرين باليهود، دائما يستفسرون علماء اليهود ويستمعون إلى علماء اليهود، فكان ميولهم حسب ارتكازهم من اليهود ومن علماء اليهود البيت المقدس. فأراد الله أن يبين متبعي محمد ممن خالفه باتباع القبلة التي كرهها، يعني اتباع الكعبة، اللي هو يكره كعبة، ما يريد الكعبة، ومحمد يأمر بها صلى الله عليه وآله. ولما كان هوى أهل المدينة في بيت المقدس أمرهم بمخالفتها والتوجه إلى الكعبة ليبين أو ليتبين من يوافق محمدا فيما يكرهه. يوافق، يعني أنت الشيء اللي تكرهه لازم تتبع الرسول صلى الله عليه وآله، مو بس الشيء اللي أحب أتبع الرسول. لذلك دائما المنافقين عند الحرب كانوا يستأذنون رسول الله، لا نأتي، يثقلون إلى الأرض يستأذنون رسول الله، ما له معنى، يقول ما دام إن أنعم الله عليهم كانوا مع رسول الله، وإن كانت المشاكل فيتركون رسول الله. فهو مصدقه وموافقه، أن يصدق رسول الله فيما يكرهه، هذا المصدق الحقيقي، هذا المسلم الحقيقي. ثم قال الإمام العسكري وإن كانت، يعني قبلة بيت المقدس أو الكعبة بالنسبة لأهل المدينة،
لكبيرة. صعبة، قضية معقدة، واحد يترك كل ما كان عليه من عقيدة ويأتي ويتبع يغير، مشكلة. إلا على الذين هدى الله، إن كان التوجه إلى البيت المقدس في ذلك الوقت لكبيرة، إلا على من يهدي الله فعرف أن لله أن يتعبد بخلاف ما يريده المرء. الله يعبدني بخلاف هواي ومشتهاي، يعبدني بذلك. لماذا؟ ليبتلي المؤمن في طاعته في مخالفة هواه. هذا ابتلاء من الله عز وجل، نفسي ودنيا وشيطاني ودنيا والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. هل أربعة تضغط على الإنسان، واحد يقف أمام هذه الأربعة ويتبع الله، هذا حقيقة يكون مسلما أمره لله عز وجل. هذا بالنسبة إلى احتجاج رسول الله صلى الله عليه وآله مع بعض اليهود الذين أشكلوا عليه باتجاه القبلة، أن القبلة الأولى حق أم القبلة الثانية حق، فأجابهم رسول الله كما في رواية الإمام العسكري سلام الله عليه. الرواية الأخرى هي رواية مفصلة ومهمة جدا، أنه ينقلها جابر ابن عبد الله الأنصاري، يقول أنه عبد الله ابن صوريا عبد يهودي كان من أعلم علماء اليهود، هذا العبد اليهودي ابن صوريا، واليهود كانوا يعتمدون عليه، أتى إلى رسول الله ومعه مجموعة من الأسئلة ويريد أن يحتج بها على رسول الله صلى الله عليه وآله، فيجيبه رسول الله سؤالا سؤالا ويجيبه ويبهته. مما ذكره لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه من الذي ينزل عليك بالوحي، من الذي ينزل عليك بالوحي؟ قال الرسول صلى الله عليه وآله جبرائيل. قال عجيب، جبرائيل احنا ما نتبعك، احنا اعداء يا جبرائيل، لو ميكائيل كان منزل عليك الوحي انك كنا معك، اما جبرائيل فكلا. لما؟ قال لان كل مشاكل من وراء جبرائيل، على تعبير هذا اليهودي. ليش؟ يقول لان دانيال النبي اراد ان يقضي على بخت نصر، المعروف ببخت النصر وبخت نصر، ولكن جبرائيل منعه عن ذلك، وبخت نصر بهذلنا احنا اليهود، اخذ منا مأخذا عظيما، قتلنا، خرب ديارنا اورشليم البيت المقدس. اي فاذا هذا لانه جبرائيل منعه من ذلك، غرر به، قال ليش تريد تقتل بخت الناصر؟ هو منه؟ هذا هو ولد حرام من حرام، أمه بعد أن أولدته جعلته عند صنم باسم نصر، الصنم اسمه نصر، فكبر سنة أرضعته كلبة أجل الله السامعين، وكان مبتلى ببعض الأمراض الظاهرية الجلدية، يعني وجهه مشوه، ولكن أصبح قويا لأنه شرب أجلكم الله من لبن الكلبة. فبعد فترة النبي دانيال كما في كتبهم طبعا، في كتبنا أيضا روايات متضاربة مختلفة موجودة حول بخت الناصر، أنه بعد فترة بعد سنة رجع إلى أمه، والنبي دانيال ذهب إليه، عرف بأن هذا الرجل سيملك وسيكون له جيش ويهجم على بني إسرائيل ويقتل ويأسر، فذهب إليه وقال له لا تقتلنا بني إسرائيل كذا، يعني أخذ منه المواثيق أنه أنت لما صرت إلى مرتبة وصلت ملك لا تأثر علينا. طبعا هذه الرواية ما موجودة في كتبنا وإنما في كتبهم. فهنا أراد أن يقتله النبي دانيال، جبرائيل منعه، قال لا تقتله، أخذ منا المواثيق والعهود. وطبعا مثل هكذا فرد هل يلتزم بمواثيقه وعهوده؟ كلا.
فهذا كان 604 قبل الميلاد حكمه وهجم تقريبا 40 سنة كانت فترة حكمه. 4 مرات هجم على أورشليم اللي كان مركز اليهود، وكان النبي دانيال في أورشليم بيت المقدس. وطبعا هجم على مصر وحارب فرعون مصر وقضى على فرعون مصر ونهب مصر، فقتل من بني إسرائيل مقتلة عظيما وسبى كثير منهم وأتى بهم إلى بابل هنا في العراق، أتى بهم إلى هذه المنطقة. وممن أخذه وأسره دانيال كان في السجن. هنا أيضا الروايات متضاربة أنه كيف أصبح دانيال مقربا عند الملك أخت الناصر. في بعض الروايات أن دانيال أخت الناصر رأى رؤيا لم يتمكن من أن يفسر تلك الرؤيا علماء بلاطه، فأمر بأن يقتلوا هذول المفسرين. شنو الرؤيا؟ أنه فجسم كبير، ما أدري، يديه من ذهب، رجليه من كذا، فحجارة صخرة تنقلع من جبل وتأتي وتضرب هذا الجسم الكبير اللي يشبه الإنسان، وبعد ذلك هذه الحجارة تنمو وتنمو وتنمو وتكبر. فالنبي داود سلام الله عليه قال أنا عندي تعبير رؤياك. شنو؟ أنه أنت راح تحكم وتسيطر على كثير من البلاد في العالم، وتكون لك شوكة وجولة وعظمة. وبعد هذه الرؤيا قربه، البعض يقولون جعله رئيسا للوزراء، البعض يقولون جعله مستشارا وقاضيا، وببركة هذا التفسير فرج عن بني إسرائيل، وصارت لهم يعني للنبي دانيال نوع من الحرية في نقل الأقوال. زين، هسه طبعا القضية جدا مفصلة، أنا اختصرت القضية. بخت نصر هذا الرجل هو أراد النبي دانيال أن يقتله فمنعه جبريل، لذلك نحن نعادي. شوف الاستدلال، هذا أصل الإشكال. وقال أبو محمد عليه السلام قال جابر بن عبد الله الأنصاري سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله ابن سوريا غلام يهودي أعور تزعم اليهود أنه أعلم يهودي بكتاب الله وعلوم أنبيائه عن مسائل كثيرة يعنته فيها. يعنته فيها يعني يجره إلى المشاق والصعوبات، يعني كأنما يسأله ويحرجه ما يقدر يجاوب. فأجابه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله بما لم يجد، يعني هذا اليهودي، إلى إنكار شيء منه سبيلا. فقال له يا محمد من يأتيك بهذه الأخبار عن الله؟ قال صلى الله عليه وآله جبرائيل. قال لو كان غيره يأتيك بها لآمنت بك، ولكن جبرائيل عدونا من بين الملائكة، فلو كان ميكائيل أو غيره سوى جبرائيل، يعني غير جبرائيل، يأتيك لآمنت بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لما اتخذتم جبرائيل عدوا؟ لأنه ينزل بالبلاء والشدة على بني إسرائيل، عادي بني إسرائيل. ودفع دانيال عن قتل بخت نصر، هو الذي دفع دانيال، منعه، أغراه بالجهل يعني، حتى قوي أمره لبخت النصر وأهلك بني إسرائيل. وكذلك مو بس هذه القضية، كل بأس وشدة لا ينزلها إلا جبرائيل وميكائيل يأتينا بالرحمة. أما ميكائيل فلا، يأتينا بالرحمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ويحك، أجهلت أمر الله وما ذنب جبرائيل؟ إن شاء الله تفصيله في البحث المقبل. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.